لا شوف شوف شوف، عالم ما عم تفهم، ما عم تفهم. الدولة عم تقول لي لا تطلعي لبرا، مسوي حظر تجوال عم بطلعوا. هلا كله بمرأة، كله كورونا، عم مشان صحتهم، مو مشان والله هيك لا تطلع لبرا هيك على كيفين، مشان صحتهم، مشان ما يصيبون، مشان ما حدا ينعدها الا بده يطلع لبرا، مخهم الا بيطلعوا لبرا. ايش بدك انت؟ حكي اخبار عليك، ايش بدك حكي فاضي هذا؟ لك انا حكي اخبار، انا حكي فاضي، انا ما عم تسمع السماعات اللي عم نسمعها. وش بيه؟ اسمع انا قايم شوي اتمشى تحت شوي مليت. اذا تتمشى ما شايف الاخبار ايش عم بصير، عالم حالات مثل الكذب. لك حكي فاضي هذا، ولو انا زهقت بدك اياني اضل حابس حالي بالبيت ايش في؟ ضل بالبيت ايش بك؟ ما انا خايف على حالي، خاف على ابني. لك ما بيصير الا الكاتب وربك. صح ما بصير غير اللي كاتب وربك، بس رب العالمين ما لك ورموا انفسكم الى التاركه. لك انسى ولو؟ طلع. يا الله خير رب العالمين كاتب لي، رب العالمين ما كاتب لي الا يعني ايش ما بده يصير، مو أزت حالي فوق البناية لتحت، خرب العقل، أقول يا رب يا الله وأزت حالي. بصير هيك رب العالمين ما قال لك، قال لك أعقل وتوكل. يعني أول شيء أعقل بعدين توكل. حكي فاضي. أنا خلص تنزل بتسلم على حدا. اسمعني كنت أنا أختصر لي الموضوع، أنا يا بتمشى شوي تحت هون بالحارة، إذا ما راح يصير شيء، لا بدي أسلم على حدا، لا تقرب على حدا ولا يصير شيء. المهم اسمعني، بدك شيء من تحت؟ اختصر، بدك شيء من تحت؟ لا، يلا سلام. لك تعال يا حبيبي ما عم تسمع الأخبار؟ واقف حمودة. ورا رايح؟ راح والله ساعة مستنى الأصل ثاني والله راح أطلع عفو أنت وخصني أسف بس ما كنت أخص عماش الشمع الأطفال صباح حمود ايش عم تصير؟ خير شوفي؟ لا لا ما في شيء، ساري عادية. خير شباب حمودة حبيبي؟ صاير معك شي؟ ابني شباب ابني حمودة شبا. حمودة شو صار معه؟ صار لك حمودة حرارته مرتفعة يكون كورونا طيب اتصل اتصل لا مو كورونا ما بعرف حمودة ابني ابني صار يا ابني تعال سلام سلام بسرعة 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 تعال تعال في اثنين شخصين كانوا مصابين بكورونا ما بعرف ابني ابو ابنه حمودة اوه اوه حمودة اوه صار ساعه بحكي معك وين انت وين شيرت؟ اها عبالك لا تطلع لا تطلع مشان اذا مو مشانك مشان ابنك فكر لقدام انت دوم بتفكر بس بهالوقت فكر لقدام لقدام شو بصير ما بتعرف معك حق فعلا معك حق شو بدي بلش فور شو بدي بطلع محمد تا حبيبي تا عندي ابني عندي ابني محمد احسن مليون مشوار هذا اللي حكي اللي كان بدي اوصل لك اياه الله يخليني اياك فعلا وطنا غالي لك كلياتنا خلينا نحافظ على اولادنا ونحافظ على ابائنا وامهاتنا خلينا بالبيوت التزموا بالبيوت يا اخواتي نصيحه ان شاء الله تكون وصلتكم العبره والفكره طلب صغير يا شباب منكم كل واحد عم يشوف هالفيديو بدي منكم هلا يا اخوان تضغطوا على زر الاشتراك تشتركوا واذا كنت مشترك اضغط اشتراك ورجع اشترك وكبوس الاشعارات ارسال على الكل زر الجرس كبوس عليها وعملها الكل لانه ما عم يوصل اشعارات لحدا بتمنى هذا الطلب تنفذوه ثانيه واحده اضغط على الاشتراك
وزر الجرس واعمله للكل مشان يوصلك اشعارات لكل جديد، واعملوا مشاركه للكل مشان الكل يستفيد من هذا الشيء. هذا الفيديو شاركوه لاكبر عدد من الناس لحتى يوصلون الفيديو، ورابط قناتي بالوصف، كان رابط قناتي بالوصف، الكل يشترك فيه. قد ما فيكم توصلونا يا لايكات بنكون ممنونكم لحتى يوصل لاصدقائكم. هون كون وصلنا لنهايه الفيديو، تحياتي لكم. السلام عليكم. سلام.